الشعارات ناس انها ضد تغطية الاداري الظالم. رافضت كامل تخليه ايش؟ لا امشي بالشرطه. رافضين رافضين. عبري عرفتهم لهذا التصرف اللي هو المشي اللي خلق اليوم. قولوا لنا شوي قدام المشي. رافضين رافضين. لان شفتوا مشاعر الاحتجاج احساس بالغبن من هاي الناس اللي هي اللي رافضه نهائيا اجراء الظالم. اجراء الظالم نساء ورجال شباب وشيب جمعوا اليوم هناك عبروا عرفتهم القاطع لهذا التغطيه الاداري المشرف الظالم واللي حقيقه ما كان متوقع ولا كان متصور. ما كان يتصور حد اطلاقا ان يعني يتحمم وزارة داخلية عنها تعدل هذا التقطيع اللي هو ظالم من امبارح، لأن هو ظلم بين وحد إجماع امبارح كامل المجمعين عليه. وبالتالي رسالة من الشهر واضحة لإنصاف فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ رزواني أنهم ما هم قابلين إطلاقا هذا التقطيع الإداري الظالم، وأنهم ما هم قابلين تبعية للرومد، وأن هذا واد فتشي وعاصفة امبارح لم تطلب السلاح وهو ورسالة عندي عنها واضحة واضحة مولي.